الجن let's practice. الناس حتى وعدده حمالة الشتاء رب خفت كلا عيشة الراضية تطلع ربك ممدده يحض إلا بحجارة من يكذب فصلي يدع التكاثر ويل لكل أطعمهم من والصيف بالدين عبدتم. طيب we practice from the Quran. Let's take any ayahs and words in the Shadda. Let's take from the last surahs as everybody knows it. Supposed to be everybody knows it. Right, let's take like Surah Quraysh. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جزاكم الله خيرا. We'll see you next time.